احلى مساء على الناس الحلوه الكويسه، واهلا بيكم في حلقه جديده من ليالي رمضان. اهلا بيكم في الشهر الكريم، في حلقات جديده ومختلفه كل يوم ان شاء الله تعجبكم. النهارده موضوع نسيت صحيح، عايزه ارحب بجمهوري في الاستوديو، وعايزه ارحب بزميلاتي العزيزات انتصار بدري. موضوعنا النهارده عشان ما نطولش عليكم كتير بيتكلم عن السحر والشعوذه. بنتكلم عن السحر والشعوذه والناس المتعلقه قوي ومكلبشه في السحر والشعوذه. السحر مذكور في القران، له طرق كتيره جدا وله ناس بيمارسوه كتار جدا، لكن الشعوذه والدجل لهم نصابين بيمارسوهم، ووارد قوي ان انت تصدقهم، وبيعرفوا يخشوا لك عن طريق حاجات وهميه. وساعات كتير قوي الناس بتلجأ للسحر والشعوذة عشان تاخد فرص ما تستحقهاش، عشان مستسهلة ومش عايزة تتعب، عشان عايز ينجح في شغله بشكل هو ما يستحقوش، عشان عايز يوصل لمرتبة معينة وترقية معينة وفلوس معينة من غير ما يسعى ليها، استسهال. وانا بشوف ان ده ضعف جدا في الايمان، لانه انت لازم تكون مؤمن ان ربنا كاتب لك حاجات معينه وان انت هتنولها وهتوصل لها لما تشتغل وتتعب، لكن انك تجيب اي حد يعمل لك شويه خلطه كده اللي هي خلطه فوزيه دي، ويلا يقول لك رشها هنا وحطها هنا وقلبها في الشاي وارميها على مش عارفه مين، تبقى انت كده هتحقق كل احلامك. انا شايفه ان ده ضعف منك كبير جدا 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 وجهل كبير. والاستسهال في حل مشاكلنا، زي مثلا اللي عندها بنت مع النساء، يعني عدت الثلاثين تقول لك البت معمول لها عمل، البت خطت على حاجة، البت الواد محمد اللي كان خطبها قبل كده أمه والحرباية رابطة بنتي عشان خاطر ما حدش تاني يتجوزها عشان احنا رفضنا محمد. ما تقولي ان بنتك نصيبها ما جاش، وادعي ربنا في كل صلاة ان نصيبها يقرب ويرزقها ربنا بابن الحلال. لو عندك عيل مثلا لسه ما اتجوزش وعنده 40 سنه وعنده شقته وعنده بيته وعنده وظيفته، تقول الواد البت اخر واحده دي اللي كان يعرفها دي ما عامله له عمل عشان وانا ما اقدرش اخليه يتجوزها. تقول لا بيسيبوني. اسمع، طب ما تقولي ان ابنك ما لقاش حد مناسب ليه لغايه دلوقتي، ليه دايما بنحل مشاكلنا ان نقول ان احنا منظورين ومحسودين؟ واحده عندها مسرح فما يجيلهاش زباين كويسين في ليله مثلا خميس، تقول ما هو فلانه اللي بتعرض جنبي عند جلال الشرقاوي، وفلان اللي بيعرض جنبي في مسرح براميزه، وفلان اللي في مسرح الزعيم بص لي ضربوا المسرح بالحسد. يعني هم في شارع الهرم هيضربوا المسرح ازاي؟ يعني قنابل حسدوه عشان كده موقوف حالي. لا بصي ان النهارده في ماتش كوره، بصي ان النهارده يوم صقيع ممطر مش ممكن يجي فيه زباين، بصي ان انا بحب بخور العود وعايزاه في كل مكان على الاقل علشان ريحه المكان تبقى حلوه. طب يا جماعه تفتكروا بقى السحر والشعوذة والدجل موجود في مستوى معين ولا موجود في كل المستويات؟ مولاتي تؤمرني بشيء؟ كريستينا كريستينا أمرك مولاتي؟ أنا عندي مشكلة، أنا عايزة أجيب بيبي، عايزة أجيب ولي العهد، 60 سنة مع المخفي أرثر ما بيخلفش يا اختي مربوط. عارفة مضطرة أسيبه وأروح أتجوز ابن خالتي عنده قرط تيال. إزاي بس الملك مربوط؟ ده الملك ده مسمينه الملك المغوار، ملك الفتوحات. مغوار إيه ومقوار إيه؟ فين كريستينا ملك بتتكلمي عليه بمحن كده ليه؟ لا يعني قصدي إن هو يعني الناس كلها بتتكلم عن حلاوته وعن جماله وعن قد ايه هو سكسي. سي ايه؟ امال معايا سيفني ليه؟ جلالة الملكة قصدي شجاع، يعني شجاع شجاع. انت شفتيه فين شجاع يا كريستينا؟ مش انا اللي شفته، هما الناس بتقول يعني بيتكلموا مثلا عن ركوبه للخيل فظيع، بيقولوا يعني هو اخر ركوب خيل. 60 سنة كتير برضو، ازاي قدرتي تستحملي يا قلبك يا ملكة بصراحة 60 سنة؟ حد يستحمل 60 سنة؟ معلش ما كانش بيقعد معايا في البيت، كان بيركب خيل بره. طب جلالتك يعني احنا ممكن نجرب التركيبات بتاعتنا والحاجات اللي احنا بنعملها دي، يعني في خلطات عندنا بتجيب نتيجة. زي؟ يعني عندنا مثلا خلطة البردقوش لما نحط عليها عدس ونخلط معاها فول صويا نابت تحت عش العقرب المنتوف، دي هايلة هايلة هايلة.
والله انت عارفه انا نتفت كام عقرب لحد دلوقتي. انا وصلت يا كريستينا اني بلعت سحالي وفران وهو بيركب خيل بره. طب بصي انا هقول لك حاجه تانية. في خلطه بقى فظيعه فظيعه، خلطه جديده جديده نوفي، دي بيقولوا عليها بتجيب من الاخر. بصي يا ستي، انت تجيبي دهان الخرتشيت وتروحي خلطاه بلقعاب اسد مزكم، بيقولوا من الاخر فظيعه فظيعه فظيعه. مش هتلحقي تكملي كريستينا، انا جبت الاسد ذات نفسه كريستينا. فيش ده انا بصي. طب بصي بقى، احنا ملناش بقى غير ام خديجه بصراحه. ايه ام خديجه هتجيب منه عيل ولا ايه؟ لا ام خديجه هي اللي هتجيب لنا العيل. يبقى هتجيب لي ابو خديجه. هجيب العيل من ابو خديجه؟ ام خديجه يا سياده الملكه انت ما سمعتيش عنها؟ اوه المشعوذه. ايوه دي ايه دي الوليه دي اللي بركه بركه. قوي. لسه شايفه اعلان ليها صدقي؟ كده. معاكي نمرتها؟ انا معايا نمرتها، انا فاكراه. هو سهل. زيرو. زرزورين. ثلاث زرازير. لجلب الحبيب اضغط واحد. للرب دي هتيجي بالعيل. واضح ان خديجه جامده سيطره. الو راسي راسي. خديجة ازيك يا ست الكل، يا شمعة منورة يا فلة مدورة. مين معايا؟ خدمتك وتاج راسك الملكة فيكتوريا اللي هي بعد شوتس بمحطة. عارفاها يا مركبت في اسكندرية الترام الازرق. ايوه وهنا الملك بيركب حسينة. بقولك ايه يا خديجة، ممكن تجيني في موضوع خاص كده كنت محتاجاكي فيه علشان الكلام ما يتنطورش. انت عارفه الدنيا مترقبه والتليفونات مترقبه. تغمضي عينك تفتحي عينك طرفة عين تلاقيني قصادك. الوليه دي جت منين؟ ازيكي خديجه؟ يا ابني نزلتني صح ولا نزلتني في حته غلط؟ لا هو نزلك صح، انا الملكه فيكتوريا اللي لسه طالباكي. طب كويس، انا لسه مصحيه من النوم، قلت يمكن يتلخبط ولا حاجه. الحمد لله فايق وعارف العنوان. هو مين ده خديجه؟ اللي هم اللي ابنك. جايبه ابنك معاكي، ابنك الصغنن. ابني ايه يا متخلفه ده؟ هي عرفت منين ان انا متخلفه؟ ما قابلتش حد من القصر وقال لها؟ ده العيال اللي حابس ما تخليش تجيب سيرتهم. أيوة. هيتلموا عليكي. لا وانا مش بتاعت عيال ومحبش عيال. يكحرطوكي. لا مش انا متكحرطه لوحدي. تعالي تعالي جنبي هنا يا ولا. وسع يا ولا، قوم وانا جاي اقعد. هو في حد جنبي؟ قوم يا ولا. قوم لا قبلة. قوم لا اديك على قفاك. بس ما تعكننهمش، بس بالراحه. التراب ده ديكور مش عارف بيتنا. ست الكل على راسي، اموريني تحت امرك في اي حاجه يا ست الكل. كريستينا هوينا امرك مولاتي. تروحيش ناحيه الملك عشان شايفاكي مولعه باليومين دول كده وطريقتك. ها ده انا ما جبتش منه عيال على فكره، انا اخره بيركب حسينه. خديجه انا لازم اجيب ولي العهد يا خديجه. عندك كام سنه يا مولاتي؟ خديجة أنا اتجوزت الملك وأنا عندي 20 سنة. عندك كم سنة دلوقتي يا مولاتي؟ خديجة أنا عايشة مع الملك بقالي 60 سنة. 80 سنة يا مولاتي لسه عايزة تخلفي؟ وليه لأ؟ بفلوسي. أمال أنا جايباكي ليه؟ هديكي فلوس. يا ولا عيب يا ولا، أنا مالي إيه اللي عايزة تخلف مش أنا. طب تتدخل يالا يا قذرة. أنت معاكي واحدة هنا؟ يا قذرة بتتكلمي في الكلام ده ليه؟ مش عيب؟ بتتكلم في كلام الكبار؟ على موضوع ال 80 سنة. يا قذرة! اتشي مالك يا بنت؟ مولاتي، أنتِ لسه شجرة مثمرة؟ ما زالت تطرح؟ بتطرح، بس تلاقي اللي يرويها. شكلها ما اتروتش بقالها مدة، دي شققت. بقالها 60
انسانه من يوم ما اتجوزت الملك. يا ولا عيب يا ولا، اقول لها يعني العيب فيكي؟ اقول لها يا مقيحه يا شيخه اللي قد اتجوزوا احفاد احفادهم؟ هو بيقول لك تقولي لي كده؟ يا قذره يا قذره يا صافيه. انا الملكه فيكتوريا. بتقوميه عليا يا قذره؟ هي مراته؟ لا، دول اللي هم اللي ماشيين مع بعض. بس يا ماشية معايا قذرة. يا مولاتي لو سمحتي اهدي بس عشان ما يتجننوش عليكي، اهدي، دي عيال صيع. أم ماشية معاكي اتنين صيع ليه؟ لا، ما هو التانيين هم ورا اهو. ايه ده، هو في ورا؟ اهدي يا مولاتي بس. طب فهميهم أي قفا هتعب. افيلا مولاتي أنا هتصرف. هتديك دبل يا ولا. وأنتي برضه حرديك يا صايعة. لا، دي بالدولار. دي بالدولار؟ اه، طول عمرها مش اتعودت تشتغل بره. اه، بتاعت جامعة الدول العربية. اه، ما بتشتغلش جوه. دي شفتها واقفة تحت عمود قبل كده. ايه ده، ايه ده، في انت هتموتي عندي يا خديجة. خديجة، ايه ده؟ مولاتي ده كان جوه الأطلنطي. جوه هنا في أطلنطي؟ وكان أب على المحيط الهادي. ده الهادي ده فين فيكي بالظبط؟ جبناه من ضفاف أستراليا. ضفاف أستراليا عندك؟ انت ايه، انت جاية في ايه بالظبط يا خديجة؟ تعبت. امال انا اقول ايه؟ بيشتغل على البخور يا مولاتي. ماشي، استني افكه. الحقي الحقي، بيبصوا بعض. بصي بصي بصي، البت دي قذرة والواد ده ماشي مع البت دي. ارجعي مكانك. ارجعي مكانك. يبارك لك، يبارك لك يا مولاتي. بصي بقى، تحطيه تحت مخدة على سرير ما نمتيش عليه قبل كده، لا انتي ولا الملك. يعني سرير طازه طازه. وتاخدي الملك في حضنك كده، تصحي الصبح عدي اسبوع حبلتي يا مولاتي ولدتي. بعد اسبوع هحبل وولد؟ اه. تصدقي بقى، مش هي اللي قذره، انتي اللي قذره. مده الحمل 9 شهور، انتي ضغطتيهم في اسبوع. 9 شهور بالنسبه للبراري، مش بالنسبة للأمهات. أيوة عندك حق. أوه، وأنا بديكي فلوس ليه؟ أنت جايبة خديجة. 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 بس. كريستينا نورينا. يا ولا هات البخور يا ولا. أمرك مولاتي. كريستينا من فضلك حطي ده تحت سرير ما نمتش عليه أنا والملك قبل كده خالص. تحت السرير. يا ولا البخور في حجري؟ يا ولا بتدفس الحاجات في حجري كده ينفع من غير ما تقول لي؟ ما تدعبسيش في حاجة يا كريستينا. مش ناقصة هي. بصي الولا، بصي الولا يحط، بصي البخور فين؟ يا مولاتي الملك عايزك يا مولاتي. كريستينا انت والملك استغفلتينا؟ والله وانا داخله اوضتي هنا في الاستوديو ببص شمال ويمين، ببقى خايفه لحد يرمي لي عمل كده ولا كده. اصل انا مكسره السوق، مكسره الدنيا، اعلى كوميديانه في الوطن العربي. مش عارفه يعني هي ميته اساسا، يعني هي ميته دلوقتي وهي قاعده بتقول انا بتسقط، انا احسن كوميديانه في الوطن العربي. ايوه طالعه من اوردر لاوردر لاوردر. انا شايفه قدامي، انا هستمر، انا هكمل السيزون. وهي بتقع. انا مش عارفه حلاوه الروح دي جايباها منين. يعني انا بستغرب جدا. عارفين مسرحيه محمد صبحي في الشخص اللي كان بيقول ما تقدرش؟ انا حاسه ان انا قاعده ما تقدرش. بس ما علينا، شفنا السكتش وقد ايه جميل، وقد ايه الملكه فيكتوريا اعتمدت على السحر لتحقيق حلمها. انت يا موكوسه، انت يا موكوسه اللي بطنك تبقى قد كده. انت خيبه. انا اللي حطيت العمل ولا اللي نمت عليه؟ الملكه فيكتوريا اعتمدت على السحر. فيكتوريا سكرت. اعتمدت على السحر في انها تحقق احلامها. ملكه بقى وفلوسها كتير، فافتكرت ان هي تقدر تسرع بقدر ربنا. يعني بما انها ملكه يبقى هتتصرف بقى. معلش يا ربنا انا هتصرف بقى مع نفسي. تعالي يا زبيده، تعالي يا خديجه احبل. هو كده؟ ده رزق يا يجي يا ما يجيش.
فعملت لها ربنا بقى رايد بقى انها ما تستفيدش من حد تاني اللي يستفيد. بس انا اكتشفت بقى من السكتش انه السحر والشعوذه والدجل ما بيلجألهوش، يمكن الفقراء والبسطه ما يلجألهوش، اللي بيلجألوا اكتر الاغنياء والناس اللي كل الطبقات. بس في لا في ساعات بس كل واحد بقى بمستواه، فين مين بيروح فين، بس خدي مين بالك بيوصل لفين في حاجات بتبقى مكلفه قوي قوي قوي، وساعات بيبقى المستوى الاجتماعي لما يبقى عالي قوي بيبقى نوع من من تقضيه الوقت لطيف. يلا نجيب حد يقرا لنا الفنجان، ما هو قرايه الفنجان وفتح الكوتشينا والكلام ده يعتبر جزء من الدجل برضه. لا لا لا, لا انا بصي بقى احب حد يقرا لي كده الفنجان كنوع من التسليه والتفاؤل، ما تقوليليش بقى شعوذه ولا لا سحر. في ناس بتبقى عايزه تعرف ايه اللي هيحصل فهي مقتنعه، كل واحده كل واحده هتسمع حاجه من واحده قرت لها فنجان بتصدقها، انت بتعمليها تسليه. في ناس بتعملها بيزنس جامد جدا وفي ناس بتصدقه جامد جدا. هو حسب الاخر بيؤمن بالحاجه اللي بتصدر له ولا ما انت ممكن تتفرجي في التلفزيون على البرج اليوم حظك برجك، ممكن تفتحي الجورنال تبصي ها برجك بيقول لك ايه النهارده يوم سعيد ليك يا محمود. محمود صدق ان يوم سعيد؟ لا محمود نزل عادي ساعه عربيته راح شغله ومش مهتم بمراته. وكام محمود؟ بالعكس كام محمود ومؤكد دي حاجه فاني، مراته بتعكسه وبتقول له حاجه تسعد بيها، لكن هو مش هينزل متوقع ان يومه سعيد، هو لازم يتكل على الله. فاستقبالك انت للحدث ايه؟ في ناس اقري لي برجي، يروح يجيب الجورنال الساعه 12 بالليل عشان يقرا برجه، يفتح كتب ويتصل بناس عشان يعرف مش عارفه ايه في الشعوذه ايه، تبعت تجيب سميحه بت فشخات من المنوفية بعربية من كفر شلحوه وبعدين تعدي على الدو عشان توصل بقى للقاهرة في فيلتها في جاردن سيتي عشان شلحوه دي تقعد، تقول لها اخرت يا شلحوه اقريلي، تقول لا طبعا شلحوه عارفه هي بتشتغل المدام قد ايه عشان تفتشوه، عشان دي العربيه بتروح لها تقلبوه في العربيه المكيفه ما كانتش تحلم تحط رجلها جواها. يا مدام جوزك ملك ولاف على غيرك، محمود بيبص لحد، يا مدام ابنك هيطير من حضنك واحده بتعكسه، وانت تيجي تفصلي حاجات عليكي وهي بتضرب في اي حاجه في اي حته بتلعب في الدومينو، يعني هي ضربت كوره جت انت اللي بتخليها تدخل الجول. لا وهي بتبقى في العموم بتقعد ساعات في البيت وبتسمع في الاعداد، يعني مثلا قرت الفنجان مش هتمشي على طول فعارفه بقى مشاكلك مع جوزك ومشاكلك مع ولادك ومشاكلك مع اخواتك فخلاص هي ما بتجيبش حاجه من عندها. لا ومن خلال المتابعه عينك تبقى عارفه المواضيع خلال المتابعه باستمرار اللي هو لما تعشريها تعشري انت عينك باينه انت عايز تسمعي ايه، انت عايز تسمعي لا ملهوفه على ايه، رجاله ولا رجاله ولا رجالة. طب ما تيجي نشوف الرجالة عصام وانت عينك باينة انت ملهوفة على ايه، فلوس شغل فلوس ماني ولا فلوس ولا فلوس ولا رجالة. طب وانت انا عيني قضايا قضايا ثم قضايا محاميين محاكم محاكم محاكم. تيجي بقى نشهيص شوية مع يلا نغني وعصام اسماعيل. عصام يا نعم عمرك رحت لحد بتاع دجل وشعوذة؟ أو رحت مع حد رايح لحد بتاع دجل وشعوذة؟ والله عمري ما عملت كده ولا شفت حد وقع في فخ الدجل والشعوذة؟ لا شفت كتير وسمعت كتير بس أنا ماليش دعوة بالحاجات دي بخاف منها. أيوه أي سؤال تسأله لي أنا مستعد إني أجاوب. طيب ما تتخانقوش واحدة واحدة عليا يا جدعان. طيب لا تيرارارارا لا تيرارارارا يا بنت يا سهلة لا تيرارارارا. طيب دلوقتي انت بتخاف من الحاجات دي ولا انت فعلا مش مؤمن بيها فتتجنبها مش عايز تعملها، ولا مجرد انا بخاف؟ لا يا عم ما تطلقهمش علينا،
اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم. انا من ساعه ما شفت ناس اتاذت كتير وانا ساب بخاف من الحاجات دي، ما برضاش اقرب منها خالص. طب احكي لنا امثله على اللي اتاذوا، كان السبب ايه؟ نسمع الاغنيه على طول. لا طب انا مش في اجابه سؤال دلوقتي. لا كنت اعرف واحد اتنين. لا كنت اعرف واحد تلاته حاول يخش في السكه دي بس اتأذى جامد قوي، ما كانش حد عامل له عمل، لكن هو كان عايز يعرف ازاي بيتعمل العمل ولبسه اخيرا. العمل العمل يعني كان رايح العمل يعني كان رايح يسأل بيتعمل ازاي من باب الفضول، قعد يدور على كتب ويقرا حاجات وتعاويذ يا ما راحش الناس وشقته ولعت يا ماما ده حقيقي. فانا مش عايش شقتي تولع، انا فيها نور كفايه. ما تيجي نغني طيب حاجه على الموضوع ده. فوق غصنك يا ليمونه عامله عمل مرات المجنونه، فوق غصنك يا ليمونه عامله عمل مرات المجنونه، دجل وشعوذه عامله طالعه شعنونه، ويلي من اعمال مراتي كل يوم في مشعوذاتي، ويلي من اعمال مراتي كل يوم في مشعوذاتي، جايبهولي يا ناس يوماتي، جايبهولي يا ناس يوماتي، عفرتها مش بيسيبونا، فوق غصنك يا ليمونة عامله عمل مراتي المجنونة، فوق غصنك يا ليمونة. يلا نطلع نشوف أحمد الخطيب. طب يلا بينا نطلع نشوف أحمد الخطيب. العفاريت هتهد البيت، مش فاكر اسمي أنا نسيت، أنا سايب بيتي وهجيت وجريت على طول عندك جيت، هقطع كشف بألف جنيه بس تقولي أعمل إيه؟ لو ضاعت منك حاجة قيمة جدا هتعملي إيه؟ هتضايق جدا، استعوذ ربنا هعمل ايه؟ ده اكتئب شوية بس اسبوعين كده وبقى عبال ما انسى. هتتصل بالشيخ عشان تعرف راحت فين؟ يفسح لك المندل؟ المندل ده بيبقى فيه ايه؟ شيبسي وكاراتيه. سؤال سمج. ممكن تعملي سحر لصاحبك عشان تجلبيه؟ لا طبعا، لا مش ممكن. شعوذة لا. تعملي مثلا أي عمل لأي حد عشان تخفيه؟ تاكسي وأوديه. هنهزر، الشمس بتروح مني. هل أنت بتؤمن بالدجل والشعوذة؟ لا لا لا. نو واي. لا لا لا، الكلام ده كله نصب. مش مؤمن بيه أوي. لا لا. طب مثلا ما حاولتش تعمل كده مع ريري مثلا، ان انت تعمل لها عمل او الحاجات دي كلها؟ مع مين؟ مع ريري. ريري مين؟ ريري صاحبك. الحمد لله على سلامتك عشان لما عمليه المنظار بتاعتك. استنوا يا جماعه، انت خفتي ليه طيب؟ لا انا ما خفتش، انت شعرفك فعلا. بس انت عرفت منين يعني موضوع ريري ده؟ ليه عايز تعمل بريسلينج ذهب في اسنانك؟ بس انت كان نفسك تسافري تونس. انت عايش مع اهلك بتالي او بتزور حد من اهلك؟ حد قال لك قبل كده انت معمول لك عمل؟ بدا يشحر اهو. بتجيبي صينيه وبتحطي فيها عيش وملح وبونبوني ومصاصه. ايه اللي يخليك النهارده تتجوز عن طريق الفيسبوك؟ انت صاحبي بقى. انت صاحبي ولا اعرفك. بقى اديني بقى حاجه عني. انت القبل الاخير في ترتيب العيله. هو انت ساحر؟ ايه اكتر حاجه في حياتي اذتني نفسيا، مشكله حصلت لي في حياتي وخدت لونج ران مدتها سنه، ايه بقى غير وفاه بابا الله يرحمه؟ انت خفتي من ايه؟ لا 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 مش هينفع. انت النهارده ساكنه في اكتوبر وعامله فرحك في التجمع، ايه اللي يخليكي تعملي كل ده؟ لا 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 لا. طب انا عرفت ان جوزك كان بيحبها ازاي؟ بيحبها والله. لا خلاص بقى تتحبس. هو عموما يا معلم مفيش حاجه اسمها سحر ودجل وشعوذه. خطيبك كان في الايربيس كان بيقول الاستاذ علي المخرج
شوفي مش بقول لكم ان هو اكيد بيغششكم صح؟ طب افهم كنت لوحدي ما كنتش هتستضيفوني صح؟ وانا كل السحر موجود هنا في البونيتيه ما تلاقيهاش. بص يا ابن انا مش هرقيك، في حد مخطط يأذيك، هاتلي خروف مع فرخة وديك وانا هتصرف لك وافديك، وادفع برا كمان 2000 غير 1000 لعمك حسنين. اوه بليز كفاية عفاريت البني ادمين. لك العيال ايه ده، مشهور قوي ده، محبوب قوي ده، راح عند راجل في جبل في اخر الدنيا في مدينه كذا، عمل له شويه تراب محبه، جي بيها بقى يرش على الناس وما عنده في المسرح، ويرش على الارض ويرش على طول ما هو ماشي بالعربيه، قام طوب الارض حبه فبقى نجم النجوم. ده ايه السرح ده؟ هو ده تفسير جامد، هو ده تفسير النجاح. انت بتحلمي ولا بتقولي حاجه؟ بتقال. لما يلاقوا حد ربنا صارف له قوي قوي. الناس بتقول كده، بتقول هو مجتهد وشاطر وكله بس ربنا صارف له قوي، فالناس عشان مستسهله الفشل ومستسهله الاستعباط في التفكير. أيوة. وعاملين جهله وهم وعين وقراريب، فيقول لك اوعى تفتكر انه ناجح كده عادي، مفيش حد بياخد ملايين. احنا بنمثل احسن منه، احنا بنشتغل احسن منه. بقول لك انا لو جالي ربع الفرص ان هو فيها دي والمصحف ده، انا اوصل. بص هقول لك اقعد انا واسمه ايه ده كده، ده هو راح جاب شغلته ربنا. بس انا عايز اقول لك حاجه، هو فيها يرش على العتبات، كل ما يعدي على العتبه يرش عليه، فكل اللي يعدي على العتبه لمده 100 سنه قدام يحبوا الراجل ده، وهتشوف لما يموت هتشوف. بس انا عايز اقول لك حاجه، هو في اعمال وكل حاجه، بس ما بتاثرش غير في الضعيف اللي ما عندوش قوه ايمان بربنا وبنفسه وبشغله. طب احنا لو العمل ده بجد ما احنا كنا عملنا لاسرائيل بجد. ما نعمل لها طيب تمشي من هنا. طب ما نطلع بره المود ده ونسمع اغنيه فرفشيها 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 فرفشيها. انا مش عايزه اقول لك بقى مين مش عايزين نتكلم عن الناس. مركز قوي في القصه دي. لا انا عايز اغني. وتقعد على باب المسرح تبخر وتعمل وتسالها تقول لها في ايه، قلت لك عاملين لي عمل، مين عامل لك عمل؟ وانا رحت لها المسرح اتكعبلت في حجاب قد كده، فاقول لها ايه دي ببرونت عيل صغير واحد. ما بلاش الحاجات دي، تقول لك عشان اغزي العين، بلاش الحاجات دي. لا اصل في فرق ما بين العمل والحسد، فانا مؤمنة محسودة. قولي كده بقى. شفت الصبع ورايح رايح بقى له احساس. بص ومغرز. انا هغني اغنيه دلوقتي وانتوا انتوا بقى تحكموا الاغنيه دي تليق على مين. ماشي. سيبه يا قلبي خصمك سيبه، بكره الشو ينادي ويجيبه، سيبه يا قلبي خصمك سيبه، بكره الشو ينادي ويجيبه، تترجى بيه وهو مسامع كلامه، بسيره يرجع لذكرياته، وبكره يندم على اللي فاته. قربت اقول مليته من كتر ما ترجيته، ومرضيش يسمعني مغرور، مرضيش يفهمني حريبه للايام وهي تعلمه. شفت الفن الجميل الراقي، الكلام الحلو، الكلام ده يليق على مين فيكم؟ معرفش. ما حدش واثق في نفسه كده، مفيش قاعده مغروره. احنا اللي نقول ولا انت اللي تقول؟ لا انتوا تقولوا. انا اقول الكلام ده يليق عليا. يا مغرور انت يا جابر. مغروره مع الرجاله مغروره. واسيبها للايام، سيبني للايام يا اخي وابعد عني، ريحني، انا عايز ابقى مع الايام. انا بحب الايام اكتر منك. سيبني معاهم، ادفى منك. ايه اللي افترى؟ ايه اللي افترى ده؟ ريح، مش طيار، هتغني هتحنجر لي، مش عايزاك هتحنجر لي. هتحنجر لي قبل ما نحنجر على بعض. خلصت فقرتنا. كان ناوي يغني لك انت اغنيه ثانيه. عصام انتوا دايما يا جماعه في انتظار ضيفتنا العزيزه. استنوا ما تغنيش تاني بقى. ما تغنيش اغنيه. على نار الشوق انا هستنى
وهصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني، على بال ما تجيني واتهنى. بس والله صوته تحفه بجد والله. انت المفروض انت اللي يعني تغني بدل الناس دي. مين الناس؟ مين الناس اللي بتغني دي؟ لا 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 كلنا بناكل عيش. وغلاوتك وحلاوتك والشوق اللي ملوش حدود. بعد اذنك نوع تبعت لي ادو انا هقبل وتمام يعني. يا بتاع التفاح لون تفاحك راح في خدود ست الكل. ايوه يا بتاع الياسمين هو مين يندهلك مين واحنا معانا الفل. يا بتاع الرمان رمانك دبلان بص علينا وطل.